سؤال قال نرجو الرد على شبهة الشيخ ينزل المطر ويرى الجنة ويحيي الميت. دي ما شبهة، دي كبة. الشبهة دي لما يكون في دليل ولا حاجة فهموا غلط تبقى دي شبهة، شبهة. لكن دي كبة صاي. قال الشيخ بنزل المطر، ما بنزله، بس هذا الرد عليها، ما بنزله، لا بنزله. جيب واحد هسه، جيب مطرة، ما فيها ناس، ما دي ما شبهة ذاتها، فهمتها؟ هو يا أخي المشرك، أنت عارف الشبهة دي لو اديتها لأبو جهل، لو لميت فيه، لو لميت في أبو جهل، وقلت له تعال نحن عندنا واحد قال الشيخ بنزل المطر، أبو جهل بيقول لك ده مشرك، مشرك بيقول لك، ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء ليقولن الله. أها، أبو جهل ذاته عارف اللي بينزل المطر دي الله. لما تجي تجيب له واحد من الجماعة ديل ممكن يختلف معاه ويقول له اسمع، أول حاجة قبل أي حساب أنت مشرك، لأنه نحن كمشركين أصليين ذاته مسألة دي ما قلناها. نحن قلنا حاربنا النبي ذاته، النبي حاربنا نحن ديل وشاكلنا نحن، والعداوة قامت بيناتنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له نحن ذاته مرحلة دي ما وصلنا. نحن يا أخي ربنا في سورة يونس قال قل من يرزقكم من السماء والأرض. شوف الأسئلة دي واضحة كيف، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قال لو سألتهم الأسئلة دي الإجابة شنو؟ ربنا قال فسيقولون الله. شوف الكلام ده كيف، دار كله المشركين بيقولوا اللي بيسويه الله. فقل أفلا تتقون، لأنه مشكلتهم ما هنا، مشكلتهم تمامة الآية ربنا قال فقل أفلا تتقون أي أفلا تعبدون هذا الذي تعترفون أنه يخلق ويرزق وينزل الرزق من السماء ويدبر الأمر، ليه ما بتعبدوا ده المعترفين انه بيعمل الحاجات دي؟ دي مشكلة المشركين هنا، تمام؟ فعشان كده انت لو قابلك واحد قال لك احنا الشيخ عندنا عقيدتنا المطر منزل الشيخ، قل له انت لسه ما وصلت مرحلة مشرك ذاتك، انت داير يشتغلوا معك دعوة عشان تصل مرحلة مشرك، بعد ذاك تاني بعد مرحلة مشرك يشتغلوا معك دعوة عشان تصل مرحلة مؤمن، لأنه دي مرحلة تجاوز المشرك الأول ذاته. تقدر ترجعنا لأبعد من ذلك؟ الله المستعان، دي بلاوي كلها في البلد دي. إن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة، والسلام عليكم.